يواجه نادي هرتا بيرلين الألماني مشكلات مالية ضخمة تفرض عليه فتح باب الرحيل أمام بعض من النجوم، وأبرزهم موهبة منتخب الجزائر إبراهيم مازا صاحب 18 سنة الذي أصبح مطلب العديد من الأندية بسبب مستويه الكبيرة في دوري الدرجة الثانية الألماني، خاصة فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وفي مقدمتها ويست هام وليستر سيتي وكذلك برينتفورد. وكشفت صحيفة بيض الألمانية يوم الثلاثاء أن هرتا بيرلين يفكر جديا في بيع نجم الجزائري إبراهيم انطلاقا من الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بهدف تقليص ديون النادي التي تقدر ب 136 مليون يورو، في حين أن صفقة بيع النجم الجديد لمنتخب الخضر ربما لا تقل عن 25 مليون يورو، طالما أن هذا اللاعب يعتبر الأمل الأكبر لفريق ألماني ليس من الجانب الفني فحسب بل كذلك من حيث القيمة السوقية، عطفا على الموهبة الكبيرة التي أظهرها رغم صغر سنه. وأكد المصدر أن ويست هام يعد الأكثر إصرارا عظم إبراهيم، لكن بعد نهاية الموسم الحالي إلى أن رغبة هرتا بيرلين في تجاوز مشكلته المالية ربما تعجل بهذه الخطوة في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة أن هناك فرق إنجليزية أخرى تراقب وضع اللاعب على غرار ليستر سيتي وكذلك برينتفورد المعروف باستثماره باللاعبين الشباب، في حين كان الحديث قويا عن اهتمام برايتون وشتوتغارت كذلك بخدماته في انتقالات خلال الصيف الماضي. ويرتبط إبراهيم بعقد مع هرتا بيرلين يمتد إلى عام 2027، ما يعني أن النادي الألماني سيكون في أريحية تامة لتصرف عقده وقيمته السوقية، مما يسمح له بمعالجة أزمته المالية. ومن المتوقع أن يكون إبراهيم حاضرا ضمن قائمة المنتخب الجزائري التي سيعلنها المدرب البوسني استعدادا لمعسكر الشهر الحالي وخوض مباراتي غينيا الاستوائية وليبيريا، ليكون الظهور التالي للاعب الشاب مع محاربي الصحراء بعد حدث ذلك في المعسكر الأخير خلال مباراتي الطوغو الشهر الماضي.